شكرا جزيلا، مساء الخير. بوست غريب، بوست مجنون، بوست محب، معرفش تصنفوه ايه، بس واحد كتب بوست مش ليه لمراته، وده في حد ذاته حاجة لطيفة. عمل بوست على صفحته وقال كتير، الملخص يعني يا ولاد الحلال، لو حد يعرف معد او شخص بيشتغل في البرنامج بتاعنا والنبي يدلني عشان مراتي لازم تحضر البرنامج. الحقيقة انه اسلوبه كان مباشر وواضح، يا رب الاقي حد يشوف البوست ده عشان يبلغ مراتي منى، لان هي بتحب منى. بالليل كتب وقال يا رب اصحى الصبح الاقي حد قرا البوست الاولاني. الحقيقة انه الغريب انه البوست بتاعه اتنقل من واحد للتاني للتالت لحد ما وصل لاعداد أو ناس شباب بيشتغلوا معنا في البرنامج. والحقيقة إنه المسألة مش صعبة خالص. اللي كتب البوست المجنون إبراهيم علي، ومراته منى معانا النهاردة بيحضروا الحلقة عادي جدا. يا رب أصحى ألاقي البوست اتشاف وأنتم منوريننا في الاستوديو، وعادي دي حاجة لطيفة، إحنا سعداء بوجودكم. إحنا أسعد والله. جوزك عمل كده ليه يا منى؟ هو ابراهيم كان دايما يرجع في الوقت بتاع البرنامج يوم الخميس والجمعه، فاشوف يعني الاعلان والكلام بتاع حضرتك وكده، فبيعجبني الشكل، يعني بيعجبني طريقه البرنامج الصراحه اللي في البرنامج التلقائيه، شكلك انت عموما كل حاجه فيك كده. دي حاجه تانية. لا ده كان من الاسباب الرئيسيه، يعني انا كنت كل ما اشوفك كده اقعد اقول لابراهيم الله هي ازاي جميله قوي كده وبريئه يا بنتي، عشان احنا اسمنا منى زي بعض، ده الموضوع على فكره مش محتاج حاجه. الاسم بيحن عادي. طيب ما هو كل الناس بتتفرج على كل البرامج، ايه بقى تفتكري اللي خلى ابراهيم يعمل العملة دي ويكتب على الفيسبوك؟ انا اصلا مش بحب متابعة البرامج، بمل يعني، بمل من فكرة برنامج واعلان وبرنامج واعلان، بزهق. لكن البرنامج ده انا بحب اتفرج على الفقرات اللي فيه عموما، وعشانك انت في الاساس، يعني عشان خاطر استاذة منى الشاذلي. بجد والله فابراهيم ليه بتتفرج على برنامج لطيف. ابراهيم بقى ايه؟ ده ابراهيم ده حوار لوحده. ليه؟ علشان عارفه انا بتعامل معاها بالظبط كده كانها ايه، يعني ايه، مش مراتي بس او مش حبيبتي بس، انا بتعامل منها على اساس انها ايه، بنتي. بفضل اقول لها انت زي بنتي، انا بحس ان انت بنتي والله. فهي لما بتقول لي ده كلام يتسقف عليه فعلا. لا، هي بس لما بتيجي تقول لي على حاجه زي كده بحب ان انا افرحها بالحاجه اللي هي بتطلبها مني ايا كانت. لدرجه يا جماعه يا اولاد الحلال، ده انت يعني في ده انا اتفاجئت والله. ده نزلت البوست وقلت مش هيحصل اي حاجه ومش هيحصل اي جديد، بس انا نزلت البوست على اساس ان هي تشوفه فتقول ده ابراهيم بيحاول يفرحني فتفرح. انت بالنسبه لك الموضوع يعني كفايه تشوف النيه الحسنه. بالظبط. فهي ايه الموضوع بقى، لقيت الناس اللي عندي كل حد، انا قلت ايه في البوست، ان اللي يشوف البوست ده يعمل له سكرين شوت ويبعته على البيج بتاعتك. تمام. فلقيت كميه ناس بقى كتير بتعمل سكرين شوت. لا، البيج بتاعت البرنامج. على البيج بتاعت البرنامج. لان انا ما عنديش بيج شخصيه. مظبوط، ده انا بس بقى البيج بتاعت البرنامج. صح، مظبوط. ورحت منزل البوست الثاني. تمام. وقلت كده خلاص بقى الحمد لله، انا كده ايه عملت اللي عليا، انا هدخل انام. ممكن ايه ادخل انام شويه بقى، نشوف الدنيا فيها ايه، هيحصل فيها ايه. لقيت تاني يوم رحت الشغل وكده، فلقيت تاني يوم كومنت من الصفحه بتاعت البرنامج اللي هم البوست وصل لهم ونسيته يوصل وكده والكلام ده. فطبعا اتفاجئت جدا، قالوا لي في الاخر ابعت لنا رقم تليفونك. فانا ما كنتش متوقع حاجه زي كده تحصل يعني. فانا قلت يعني بالكتير قوي حضرتك تاخدي رقم التليفون وتكلمي منى وازيك ومش عارف ايه وخلاص الموضوع خلص على قد كده. فاتفاجئت بقى ان ناس كتير، لقيت اللي بيكلمني قال لي ناس كتير جدا بعتت، حوالي 300 400 واحد بعتوا سكرين شوت وانت عملت ايه ومش عارف انت حبايبك كتير حبايبك كتير، او هي منى نيتها حلوه بشكل عام. منى نيتها حلوه. احنا فعلا الناس قالوا الناس بعد كده في الاخر لقينا عندنا، اولا انتوا شرفتونا في الاستوديو.
ربنا يخليك. وبشكرك على مشاعرك اللطيفة اللي قلتيها يا هنا. أشكرك. وعايز أقول إنه إحنا صفحتنا كمان مكان مناسب جدا، الناس بتبعت عشان تحضر تصوير الحلقات، بس أنا بشكل خاص مبسوطة إن أنتم معانا النهاردة. واحد، لأنه ده واحد بيحب مراته وده شيء يبسط أصلا في العموم. الحاجة الثانية إنه يبقى حد من المحبين للبرنامج أو الشخص، دي حاجة بشكرك عليها وكمان تسعدنا جدا. أنا بدعوكم تتفرجوا معانا على وتتابعوا معانا بقية الحلقة، تتابعوا كل الحلقة، وبتمنى لكم كل الحب والسعادة، ويفضل طول العمر الحاجة اللي تحبيها يعملها لك يا منى. الفيروسات الكبديه ما بقاش مصدق ان هنتعالج صحيح. ردوا لي الروح جمعيه هتعالج جزء. اي اي اوكي اي اوكي ايمي، دوس عليه وامشي. الحكايه في شكل وباء. يا من هواه اعزه فدلني، كيف السبيل الى وصالك.